العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على شيخنا وطول عمره وعطاتك رب العالمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التصريف. مثلا حرف وشبهه من الصرف بريء وما سوى، اقراه لك. حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قبيل تصريف سوى ما غير، ومنتهى اسم خمس تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا، وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا، ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا، لسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل وإن على فمع فعلل حوى فعلل لا كذا فعلل وفعلل، وما غير للزيد أو النقص تما، والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي بضمن فعل قابل الأصول في وزن، وزائد بلفظه اكتفي، وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف مستقي، وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل، واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم، فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، وليكذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع، وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها لطيف، والنون في الأخير كالهمز وفي نحو غضب فلن أصالة كفي، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم ترى، واللام في الإشارة المشتهرة، ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحال اسمع الله. التصريف مصدر صرف، والصرف مصدر صرف، واللفظان يدلان على التغيير تصريف الرياح، وثم جعل اسما تحول من المصدرية جعل اسما لهذا الفن. والتصريف تغيير بنية الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني لا تحقق إلا بها التغيير. رجل لا تؤدي معنى رجلان ست عليها، ورجال تصريف، رجل لا تؤدي معنى رجيل، مكة لا تؤدي معنى مكي. إذن التصريف تغيير بنية الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني كالتكسير والتصغير واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: حقيقة التصريف تغير موجد في بنية اللفظ لمعنى قد قصد، تنحصر أبحاثه في الإبدال والإضغام والنقل والقلب والزيادة والحذف ستة. قال: حرف وشبهه من الصرف بريء، حرف بريء من الصرف جامد، وشبهه الاسم المبني، اسماء الاستفهام، اسماء الشرط، اسماء الإشارة، اسماء الموصولة، دخل التصريف في حالة واحدة في حالة التصغير والتثنية، وهما صوريان ليس على القياس. تقول ذا تقول ذي وتا تقول تيا، أبقى أوله مفتوحا وعوضوا عن ضمه ألفا في آخره، كذا تقول اللذان واللتان وذان وتان، هذه صورة تثنية. لو كان على الأصل كان قال في الذي الذيان، كما تقول القاضي القاضيان، وسبق هذا. وتقول في تاء تاني، لو كان على الأصل تقول تواني، كما تقول في عصا عصواني. إذن لا يدخل التصريف الحروف ولا الأسماء المغلة في البناء، وكذلك الأفعال الجامدة نعمة وبيسة وعسى وليسة. إذن التصريف خاص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وليس وكذلك يقال التصريف هو دراسة أحكام الكلمة العربية التي ليست إعرابا كالصحة والإعلال والزيادة والأصالة، وليس أدنى من ثلاثين ولا قبيل تصريف، ما كان أدنى من ثلاثين لا يقبل التصريف كمن إلا إذا كان غير أب يقبل التصريف، تقول أبوان وأبي وأباء لأنه غير، صار أبو وأخ ويد صها يدي ودم صه دم سيما غيرا. ثم قال: ومنتهى اسم خمس إن تجرد لاسم
إذا تجرد يصل إلى 5، ثلاثي جبل، رباعي جعفر، خماسي سفرجة، ولا يكون أكثر من ذلك. ومن خمسة وإن يزد فيه فما 7 عدا الاسم إذا زيد فيه لا يتجاوز 7. ثلاثي الأصول استخراج، رباعي الأصول حلنجام، خماسي الأصول غريب يزاد في حرف واحد قبل آخره وبعده، قبل آخره عضر فوط قالوا هو مركب الجن لا أدري، أو بعده قبعثرة. ومنتهى اسمه وينزل في أسهم. ثم قال وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثاني بالملك رائع. هذا بيت واحد جاء فيه ب 12 وزن، بيت واحد غير آخر الثلاث افتح وضم واكسر، غير آخر الثلاث اللي هو الأول والثاني افتح وضم واكسر وزد تسكين ثاني، الأول افتح وضم واكسر والثاني افتح وضم واكسر وسكن، 3 × 4 = 12 مفهوم البيت. هذه من غرائبه الكثيرة جدا. وزد تسكين ثاني تعم وفعل أهمل، استثني بناء واحد فعل، فعل لا يوجد. قالوا منه قراءة بعضهم والسماء ذات الحبك، وقال بعضهم قرئ الذين يكون الريبو الريبو الريبا الريبو. قالوا هذه هناك ألف اللغة يسموها، ذكرتها لك، سموها ألف التفخيم، ألف الإمالة بين الألف والياء، ألف التفخيم بين الواو والياء، الريبو غريب في اللغة الفارسية هكذا، لا هي ضمة ولا هي فتحة. قال هي بهذا الشكل الريبو، ولهم حبك واضحة حبك. إذا نرجع ونقول وفعل أقليل، فعل مهمل وفعل قليل، قصدوا به بناء المجهول، الفعل الماضي مبني المجهول كقتل وضرب. قالوا هو بناء أصلي، قال الكوفيون، والبصريون قالوا ليس بناء أصليا بل هو فرع. والدليل ما هو؟ قولهم سويرة سويرة، تقول في سايرة سويرة، لو كان بناء أصلي كان قلت سويرة، اجتمعت عندك الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون كان عليك أن تقول سويرة، كما تقول إذا ليس أصلي، تعذر ذلك لماذا ليس أصلي. كذلك بويع بويع، الواو هنا ليس أصلي، بهذه بدل ألف سوف يأتيك